أركان لواء شهداء دوما، مدينة دوما، قائد أركان لواء شهداء آثار دوما، الدمار، محمد زياد بكري جرار القصف العنيف، محمد زياد بكري الملقب بالطائرات الحربية، تسمى كتائب فجر الإسلام، 5/4/2014. تسمى كتائب فجر الإسلام بكتائب الخاص، بأمر من قائد لواء الحجة بأمر من قائد لواء الحجة آثار الدمار جراء القصف العنيف بالطائرات الحربية على المدينة. خمسة أربعة 2014. Thank you.